جائزة نيلسون مانديلا هي جائزة ذات طابع فخري تقدم لشخصين فقط مرة كل 5 سنوات، كما لا ينبغي للفائزان أن يكونا من نفس المنطقة الجغرافية. أما الهدف من الجائزة فهو التنويه للإنجازات التي قدمت لخدمة الإنسانية، كما تشير في الوقت نفسه لحياة مانديلا الاستثنائية القائمة على المصالحة والتحول الاجتماعي. يذكر أن الجائزة قدمت مرتين، الأولى كانت عام 2015 لطبيبة ناميبية ولرئيس البرتغالي وقتها، أما الثانية فكانت عام 2020 وكانت من نصيب سيدة يونانية ودكتور من غينيا. وهذه السنة تقدم الجائزة استثنائيا لوالد المرحوم جمال الذي أبدى صبرا وسلاما كبيرين أمام موقف اهتزت له الجزائر. ووالد جمال لم يتلقى هدية واحدة فقط هذا الأسبوع، بل أيضا فاجأه فنان رسام من ولاية جيجل بجدارية رسمها تخليدا لروح المرحوم في لحظة مؤثرة ووسط حشد من الناس. نشاهد. والد المرحوم عمي نور الدين الله يحفظه ان شاء الله كانك جا باش يكافئ خونا المكي الارتيست تاعنا. الى هنا مشاهدينا نهايه هذا العدد من اس نيوز، اشكر حسن المتابعه، في امان الله.